مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. طيب صباح الخير، يعطيكم العافيه واهلا وسهلا فيكم جميعا، واشكر الجميع. في واحد من المتابعين صديق وزميل، ما بعرف اذا بدي اياني احكي اسمه، هو بيشتغل ميكانيكي، فتواصل معي وشافني انا بعمل كتير فيديوهات اونلاين، فقال لي انا عندنا معقم بنستخدمه في تنظيف السيارات في كندا هون وامريكا، طبعا هو موجود، اسمه سبراي 9 وهافي ديوتي وكلينر، وبعمل الترا بيوزن، بس هون شايفين زي ما انتم كاتبين ات كيلز فايروسز وديسينفكتد، ف تف اون جريس اند كرايم. المهم فهذا هو البراند وموجود في الاسواق، يعني اللي كتير موجود. شوف شو كاتبين، سبراي 9 كيلز H1N1 سواين فلو فيروس، انفلونزا 2 فيروس، كومن فلو فيروس، Avian flu H3N2 virus, Salmonella, E. coli, Hepatitis C virus, Rhinovirus type 37, Norwalk virus, Herpes symbol 1 and 2, Poliovirus type 1, Retrovirus, MRCA. هذا MRCA من أحد أكثر المشاكل اللي بتواجه العالم، لأنه هذا ما له أي مضادات وبقتل أكثر من 10 مليون شخص في العالم، يعني مليون تقريبا بالشهر من هذا الفيروس ما حدا بيسأل عنه. ستريبتوكوك بيجنيسيز شينجلز سبراي 9 فيروس غريب، هذا بالفرنسي صار، سوري. مش كاتبين اشي عن الكورونا، بس اكيد اذا بقتل هاي الفيروسات فهو اكيد معقم وممكن يقتل فيروسات اخرى، فحبيت اشارككم هذا الفيديو. طبعا شكر له جاب لي هذا السامبل عشان احكي لكم عنه، شيء مهم جدا ممكن نستخدم بعدين. هو هذا بايودجريدبل، يعني مفروض من مواد طبيعية. خلينا أشم ريحته إذا هو فيها كلور ولا لا. شكلها العلبة حتى جديدة، لا ريحته مش كلور، ريحته معقم. anyway إذا حدا حابب يجيبه برضو مش غلط. فالموضوع زي ما حكيت لكم، إجانا للتثقيف والعلم من أحد الأصدقاء على الفيسبوك اللي موجودين في مدينة أوتوا، فيعطي العافية ومشكور له عشان نشر هاي المعلومة، وبارك الله فيه. زي ما حكينا اللي بنستطيع ننشره ويستفيد منه العالم فهو هذا جيد. يعطيكم العافية وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل